رح ناخذ هاي النتيجه ونطلع شو معناها. لما نقول probability of elevator not traveling above i floor تساوي i على n قوة p. بس لو جينا اطلعنا لما بقول انا المصعد ما طلع فوق الايث فلور معناها هذا الايفنت هو نفسه ممكن اترجمه انه الهايست ريفرسال فلور ايمتى وين كان يكون. اذا قلت لك انه هذا الايفنت صحيح انه الاليفيتر ما طلع ابوف ذا ايث فلور ان راوند تريب معناها الاتش الهايست ريفرسال فلور وين ممكن يكون؟ بس اي ممكن اقل. فممكن هلا ما دام قلت انه ما طلع فوقه معناها الهايست ريفرسال فلور ما ممكن يكون هاد ولا هاد ولا هاد ولا هاد ولا هاد. مظبوط. الهايست ريفرسال فلور ممكن يكون اي فلور فروم 1 تو اي. اذا هذا الايفنت هو نفسه probability of h equals او belongs مش هيك هاي مظبوط هيك belongs 1 2 لحد اي. مظبوط الترمينولوجي هون. إذا هون عمالنا نقول هاي احتمال إنه الهايست ريفرسال فلور بيساوي الفلورز من واحد ممكن يكون واحد اثنين ثلاثة أربعة مستحيل يكون I plus one لأنه ممكن يكون واحد من هدول. طيب شوفوا إيش راح أعمل. راح آخذ نفس الفورمولا وأقول elevator not traveling above. هلا طبقت نفس الشيء بس غيرت هون الفاريبل، عمالي بقول ايش احتمال انه ما يطلع above i minus 1، لما كان above i ايش حطينا هون؟ i، لما يصير i minus 1 شو بصير عندي؟ بس هذا هو نفسه probability انه ايش يصير؟ probability انه h يكون 1 2 3 minus m i minus 1. اوكي ماشي واضح؟ هذا احتمال انه ايش يصير؟ انه يكون كل انه يكون واحد من هدول اتش. هذا احتمال انه يكون اتش واحد من هدول. ايش بقدر استفيد من هدول الاثنين؟ كاني عمالي بقول لو قلت هذا هم احتمال انه اتش يكون الطابق الاول او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس او السادس او السابع او الثامن. وبعدين اجيت قلت والاحتمال الثاني انه يكون هو الطوابق من واحد الى سبعه. طرح بين هذول الاثنين ايش راح يعطيني؟ ايش الايفنتس هذول؟ هذا الايفنت بقول انه اتش ممكن يكون من واحد لاي. هاي البروبابيلتي انه البروبابيلتي انه اتش يكون واحد لاي ماينس 1. لو طرحت التنين ايش بعطيني؟ probability i. probability انه h يساوي i يساوي probability انه h يساوي اي رقم من واحد ل i minus the probability h يساوي اي رقم من واحد او يعني h بنتمي لواحد i minus واحد. قلنا هاي الست اكبر من هاي الست. مظبوط. هاي الست بتشمل من واحد ل i. هاي الست بتشمل من واحد ل i minus 1. الفرق بين التو probabilities هو احتمال انه h تساوي i. شو بتساوي بالمعادله؟ بتصير i على n للقوة p minus i minus 1 على n للقوة p. اوكي ماشي واضح. مظبوط.